السيف الصقيل وتوارى في سنا وبدا للكون صبح شاحب تهاضيا وأطل البدر مكسوفا غريقا في دجا وغدا الكون أسيفا باكيا يروي أسى. هذه وقائع تاريخية بأشخاصها وتواريخها في 17 من الشهر العاشر لسنة 1832 خارج مدينة غمر الداغستانية. تقع منطقة القوقاز المسلمة في الجنوب الغربي من روسيا، إذ تقسمها جبال القوقاز إلى قسمين: شمالي أوروبا حيث الجمهورية الإسلامية، داغستان وشيشان وأنغوشيا والشركس، وقسم جنوبي آسيوي حيث أذربيجان وجورجيا وأرمينيا، ويحدها من الجنوب إيران وتركيا، ومن الغرب البحر الأسود، ومن الشرق بحر قزوين أو بحر الخزر. وصل الإسلام إلى هذه الديار في العام 18 للهجرة، ومنها انطلقت جحافل السلاجقة في عام 1074 ميلادية بقيادة ألب أرسلان لتحمي الدولة الإسلامية العباسية من هجمات الروم، ثم تعرضت بعد ذلك إلى حملات إبادة على يد الأباطرة الروس استمرت 7 قرون عرفت باسم الحروب الصليبية الثانية، كان أعنفها تلك التي قادها إيفان الرهيب في القرن 16، حيث فرضت عليهم النصرانية دينا، ثم حملات الجنرال برمالوف التي استمرت حتى عام 1826. ولكن أهل القوقاز لم يكفوا عن الثورات المتلاحقة إلى أن قام قاضي القضاء الملا محمد الغمراوي الملقب بالغازي محمد مناديا أهل داغستان وشيشان إلى الجهاد والحرية عام 1832 ميلادية، فشكل جيشا أسمه جيش المريدين الذي ألحق بالغزاة الروس هزائم متكررة إلى أن ردهم عن بلاد القوقاز إذ حررها حتى حدود عام 1570 ميلادية في غضون عامين فقط. وفي شتاء 1832 كان الغازي محمد مع ثلة من الشيشان والداغستان بينهم الإمام شامل ينتظرون فيلق المريدين في ضواحي غمري بقيادة تلميذه حمزة الخمزاخي، فعلم الغزاة الروس بمكانه في بيت من بيوت القرية، فاندفعوا نحوها بقيادة الكولونيل ميلونوف والأمير روزون على رأس كتيبتين من الجيوش القريبة بقيادة الجنرال كولجونو الذي منع فيلق حمزة من نجدته. أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي واخضع، أيها القوقازي إن برمولوف قادم، أيها القوقازي إنهم هنا في القوقاز تخطي، أيها فعلا إنهم هناك خلف المتاريس، هيا اقتلوهم وإلا قتلوكم جميعا، هؤلاء لا يخافون الموت، لا تدعوا منهم أحدا يفلت. هناك من وشى بنا فنحن محاطون بأعداد كبيرة، اهدأوا قليلا والله معنا. آه
هاي خذ معك كتيبة وهاجمهم من الخلف، إياك أن ترحم منهم أحدا أبدا. أخي إنني اليوم صلب الميراس، أدك صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. قال تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. إخوتي في الجهاد، سأخرج إلى العدو لأشاغله، فحاولوا النجاة بأنفسكم، تابعوا جهادكم دفاعا عن العقيدة ودفاعا عن الوطن، حرروا أرضكم وأرضوا ربكم. اللهم ألحقني بالصالحين، اللهم ألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم إني أسألك الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عبده ورسوله. أخي إن رفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع. بسم الله والله أكبر. بها نحو مجد تليل. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. ها هو يخرج إلينا بسيفه. انظروا بسرعة، إنه يهاجمنا. رجال اطلق نار جيدة. قصمته. قد غفرت بها ورب الكعبة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنه بطل حقا، لم أرى أشجع من هؤلاء المسلمين، إنهم يقومون بالقتال بإرادة غير عادية. عرفتك حرا طوال السنين، تبيع الحياة لرب ودين، فإن كنت فارقت دار اختبار فأنت شهيد مع الخالدين، فلا أنت ممن طواه الزمن ولا أنت من. استشهد إمامنا الغازي محمد ونحن ما زلنا هنا، سأخرج إليهم، فاهربوا أنتم، إن الله اشترى منا أنفسنا بأن لنا الجنة. سأريهم من أمرنا بأسا، دم الشهيد لن يذهب هدرا، سألقن الغزاة درسا في القتال، ولن يذوقوا منا إلا ويلا، والله سيكون معنا إن شاء الله، فإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم على بركة الله. اللهم انصرنا، انصرنا يا الله. انتظر يا شامل، قد يصل إلينا حمزة أو نهرب ليلا، نحن بحاجة إليك لنتابع تحرير أرضنا، لا تستعجل الشهادة يا شامل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أبلغوا أهلنا السلام وادعوا لي. بسم الله والله أكبر، إني سائر إليهم وفي قلبي الإيمان الذي هو سلاح مشرع للقضاء عليهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شامل شامل أنا خلفك يا شامل. الله أكبر الله أكبر. جبناء الثاني فقط يقتلون عشرة منكم، والأجهى من هذا تهربون. الحقوا بهم، اقتلوهم أيها الجبناء يا على العار. الحق بهم أنت إن كنت شجاعا. ماذا سأقول للجنرال؟ اقتلوهم وإلا قتلتكم. قتلوا قائد الفوج وقتلوا النقيب، ماذا تريدون أيها الجبناء؟ لديكم كل شيء، كيف يهربوا منكم هؤلاء؟ عسى بكلمة فك المكان ولله.
فلنذهب إلى والد زوجتي الطبيب عبد العزيز في أوتسكول. هيا. هرب الآخرون. هيا. تبا لكم، سوف أرسلكم إلى سيبيريا لتموتوا هناك. سوف أسجنكم جميعا. لقد خسرنا المعركة. ماذا تقولون؟ هيا تابعوهم. وصلنا كوخا صهر يا عبد العزيز، إنه من المؤمنين العالمين بالطب. الحمد لله الذي حمانا. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. لا بأس عليك. يا ملك، أين أنت يا ابنتي؟ تعالي إلى هنا بسرعة، فأنا بحاجة لك كي تساعديني. نعم أبي. من شامل؟ ملك، أريدك أن تحضري جمع العسل وإناء القار وشيئا من الزبدة بسرعة. حالا أبي، عفاك الله يا شامل. هيا يا عبد العزيز، أنت أمهر الأطباء، ألا تراه ينزف؟ عبد العزيز أفندي ينزف منذ 3 أيام، هذا شامل، ليس كبقية الرجال. الشفاء من الله يا ولدي، علينا العمل وعليك الدعاء. جراحه بليغة ولكن لا خطر على حياته إن شاء الله. الحربة دخلت في رئته والرصاصة كسرت ترقوته، ولكن رحمة الله تتجلى عليه. أدعو له يا ولدي ودعني أقم بعمله. يعني سيتحسن قريبا وسيعود ليقودنا ضد الغزاة، هذا أمة في رجل. أحضرت كل شيء أبي على بركة الله. جيد، قولي بسم الله وتعالي كي تساعديني على تضميد جراحه. الحمد لله، كل شيء على ما يرام، سيعود إن شاء الله كما كان، ولكن عليه أن يمكث راقدا ولا يحرك ذراعه شهرا كاملا حتى يلتئم الجرح. إن شاء الله يا عبد العزيز. لو تعلم ما فعل شامل بالروس الغزاة يا عبد العزيز، كان يضرب بسيف الله وكأنه صحابي خالد بن الوليد. عبد العزيز، لا شك أن الجواسيس سينتشرون في المنطقة بحثا عنه، حذار أن يعرف أحد مكانه، أرجوك. اللهم اشف عبدك شامل وارحم عبدك الغازي محمد. آمين. هيا باعث، لا تهربي، أنا إبراهيم، انتظري، عودي هنا. أخبر والدي عنك، انتظري، عودي إلى هنا، انتظري. يا إلهي، إنهم الجنود الروس، كيف جاءوا إلى هنا؟ ما رأيك لو ذبحناه بدل الماعز؟ يجب أن أخبر أهل القرية، علي أن أسرع. هيا يا إبراهيم، هيا أسرع وأخبر الجميع. هيا أسرع يا إبراهيم، إنهم الروس. دعه يخبرهم ودعنا نتسلى بقتلهم، ليس لدينا ما نتسلى به. أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز، رأسك الثلجي واخدع، أيها القوقاز، إن برمولو فقادم، أيها القوقاز. استعدوا للهجوم ولا تخافوا، اذبحوا النساء والأطفال جميعا واحرقوا القرية. اطمئن جنرال كلوغيرو، نحن جاهزون للهجوم. أمي، أمي، الروس، الروس. ما بك؟ هل أصابك مكروه؟ الروس، أتقول الروس، أين هم؟ كم عددهم؟ فلتتكلم بسرعة. كثيرون، كثيرون جدا، إنهم في كل مكان. مدفعية، استعدوا لإطلاق النار، أحرقوا كل شيء، دمروهم، فالروس لا يرحمون. هيا. لابد أنهم الروس، الله أكبر منهم. هذا ما أريده، مرحلكم ربوخ القوقاز أو تدميرها، هذه هي التعليمات.
السلام عليكم. ما شاء الله، تبارك الله أحسن الخالقين. أخبرني كيف حالك الآن يا شامل؟ الحمد لله عبد العزيز أفندي، أشكر لله أولا ثم لمهارتك ودعاء الصالحين، أراني جاهزا لملاقاة الغزاة. الطب يا بني ما هو إلا وسيلة، ولكن الشفاء من الله وحده. نعم بالله، جزاك الله خيرا وأكثر من أمثالك، أنت من الصالحين إن شاء الله، وبكم نقتدي، عند الله لا يضيع أجر المحسنين، وأنت منهم يا عبد العزيز. بل أنتم أكرم الناس أيها المجاهدون، بعتم أنفسكم وأموالكم لله، ليتني أستطيع الجهاد معكم، تعال لأعانقك. أستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، ولا تنسانا من الدعاء. وفقكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أيها القائد. الحمد لله على سلامتك أيها القائد. الحمد لله وحده. هيا بنا أيها المجاهدون، بسم الله، لدينا مهمة مستعجلة ثم نتابع تحرير بلادنا. سنسير إلى الجهاد بأمره سبحانه وعلا لنحرر بلادنا من أعدائنا. أفقدكم السلامة، حفظكم الله ورعاكم الله على عدوكم. من أين يأتيني الذهب لولا الروس؟ أسلمهم المجاهدين وأخذ منهم الذهب، ترى من أنت؟ الإسلام من الذهب؟ هيا أيها الذهب، عد إلى مكانك الحصين، أنا حاكم غني، كل ما أفعله خيانة ديني وأمتي. رائع. أيتها الخمرة المحرمة، تعالي تعالي، أنسيني خيانتي، تعالي. ما هذا؟ ما هذه الأصوات؟ خيل؟ أهو شامل أم صديق الجنرال الروسي؟ ما هذا؟ شامل وأعوانه؟ ولكن لا أظن أنه يعلم أنني وشيت بهم، لا أريده أن يعلم. السلام على من اتبع الهدى، انزل إلى هنا يا ابن خان. أهلا أهلا بجند الله الميامين، سمعت بشفائك، كم حزنت على الملا الغازي محمد، ولكن أهلا أهلا بك. اسمع يا ابن خان، لا يبدو أنك مسرور بنا، أتذكر عندما مررنا بك برفقة الشهيد الغازي؟ كنا نعرف عن فجورك وما كنت به من سلوك لا يرقى لأن تكون المسلم الذي يرضى الله عنه، ثم تركناك لتتوب، ولكن أنا وفي لكم وأكره الروس، أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن لم نكن نتصور أنك تخوننا مقابل دراهم يدفعها لك الروس. كم من المسلمين استشهدوا بسبب جشعك وخيانتك دون أن تحسب لله حسابا. أنت تجاوزت حدودا لا يمكن السكوت عليها بعد الآن، هل تفهم يا ابن خان؟ أنا معاذ الله، أنا كنت أصلي وكنت صائما ليلة أمس، ثم إني ما شاء الله، خائن يصوم ويصلي. أسمعتم أيها الرجال؟ أسمعتم هذا الوقع؟ ماذا يقول؟ أرجوك يا سيدي، أرجوك، هذا كلام لا أقبله، أنا رجل شريف، ربما كذب علي أعدائي ولكنني لم سعيد. وأنت يا صالح، فتشا منزله، هيا فتشاه وأتياني بما فيه. سأدعوكم إلى طعامي هنا. ابن خان، دعك من هذا الكلام المعصوم. لماذا يفتشون البيت؟ البيت له حرمة، لا تدخلوها حتى يؤذن لكم. دعنا نرى ماذا يوجد بهذه الجرار. هيا. ما هذه الرائحة يا ترى؟ ها؟ خمر؟ كل هذا خمر؟ قاتله الله، خائن وتاجر خمر، إنه من كيد الشيطان، لقد اتخذ الشيطان وليا، فإلى النار وبئس المصير. هيا نخبر شامل.
هيا نخبر شامل ونبتعد عن هذا المكان. لقد فهمت لماذا كان يمنعنا من الدخول. أتعلمون لماذا جمعتكم يا أهل هركان؟ أتعلمون ما في هذه الجرار التي خزنها حاكمكم؟ ماء أم عطر أم عسل؟ لا، لن تعرفوا ما بداخلها. إنها الخمرة اللعينة التي حرم الله. هذا ما في داخلها يا أهل هركان، فما رأيكم به؟ كل هذه الخمرة كانت في بيته، ها هي أمامكم، فما قولكم؟ خمر في بيت الحاكم؟ خمر في قريتنا، لا أصدق. اسمعوا أيها المسلمون، إن الله لم ينصرنا بقوتنا ولكن نصرنا بالتقوى والإيمان. وقد علمتم ماذا فعل الصحابة عندما نزل تحريم الخمر. إنهم سفحوها لأن المسلم الذي لا يرضى شرب الخمر لنفسه لا يرضاها لغيره ولو كان كافرا. إنها ما حرم الله. دعني أحطم هذه الجرار بنفسي. هيا أيها الرجال، اهدروا هذه المحرمات كما فعل أسلافكم. أنا سأقوم بتدميرها يا سيدي. أحسنتم، تركت أيديكم. سألتجئ إلى الروس، لم يعد لي ذهب ولا حكم. يا ويلتي مما فعلت. شامل، شامل، لقد هرب فنيخان، هل ألحقه؟ لا، لا أريد أن يمس سيفي دم مسلم، عساه يتوب فيتوب الله عليه. قل لجند الله أن يحطوا رحالهم ويأخذوا راحتهم، فغدا نذهب إلى أخول كويوها. على بركة الله تعالى يا شامل. عاد عبد الله من دوريته، عاد مبكرا. يا عبد الله، لماذا تزنى كأنك روسي فار؟ افتح البوابة. هل أنت خائف يا رجل؟ الشيشان لا يخافون شيئا سوى الله، كلنا نحسبك من أجدع الشجعان، ما بك؟ افتح أيها الحارس، فلا وقت للمزاح، لدي أخبار مهمة يجب أن أوصلها إلى الشامل فورا. فورا؟ قل لي ما الأمر يا عبد الله إذن. رغم أنها أسرار عسكرية ولكني سأخبرك، الروس يتوجهون إلينا ويجب أن نستعد. هذا هو يوم الانتقام منهم إذن، جاءوا إلى حتفهم إن شاء الله، سوف يرون منا عجبا. إذن افتح البوابة. الله أكبر، جاءكم عدوكم ب40,000 أيها المجاهدون، فهل ترهبونه؟ كلا إن شاء الله، نحن لهم. نحن لا نخاف. كلا، أنا معك يا شامل. الحمد لله. أيها الأبطال، تذكروا كيف مثل هؤلاء بجثة قائدنا الغازي محمد رحمه الله، ثم قتلوا خليفته القائد حمزة بعده بعامين. وأنتم يا جند الله، يا أبناء الشيشان والأدجغة والقرشاي والأستين، يا أبناء داغستان والقومق، بلاد القوقاز علقت آمالها بعد الله عليكم. أبناؤكم ونساؤكم ينتظرونكم لتحريرهم، وها قد جاءكم الروس إلى هنا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أكثروا من الصلاة والدعاء، لا تخشوا مدافعهم، سندفنهم إن شاء الله هنا، فإن فعلنا فتحت لنا القوقاز كلها. هذا يوم من أيام الله، وإننا على موعد مع نصره جل وعلا، حيث يزهق الباطل ويقول الحق كلمته القوية العالية بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، اللهم انصرنا على أعدائنا. يا الله، يا رب،
يا معين. أجاهد بسقاية المسلمين، هل يتقبل الله مني؟ لا شك في ذلك أيها المجاهد الصغير، جزاك الله عنا كل خير. الحمد لله، اللهم اسقنا من كوثر الجنة يا الله. فنقضي عليهم جميعا، هل تفهمون هذا؟ هذا هو عش الصقر وهنا شامل. القرية محاطة بالجبال كما ترون، سننصب عليها 3 أفواج مدفعية ونهجم من هنا 8000 جندي. لا أريد أن يبقى أحد حيا، سأبقى هنا على رأس بقية الجيش وهذا أمر مني. لا تستهن بهم يا سيدي، إذا هجمنا من مكان واحد ربما نقع في مصيدة الشامل. أرى أن نتريث إلى أن ينفد طعامهم وشرابهم ثم نهاجمهم. بل الآن قبل أن ينقض علينا شامل، هذا دوخ الإمبراطورية الروسية كلها، فلتبدأ المدافع فورا ولستعد الجيش حتى أعطيه أمر الهجوم. اليوم الأول من يوليو عام 39. أمرك يا سيدي، سننفذ الخطة كما تقول، أنت القائد ونحن جند لديك وكلنا في خدمة القيصر. يحيى القيصر، لا يهم عدد الضحايا من جيشنا، عودة القوقاز إلى روسيا هو المهم، ولو كانت أرضا بلا شعب فليمت المسلمون جميعا، مفهوم؟ مفهوم سيد الجنرال، مفهوم، فليمت المسلمون. دعوني أحتفل بنصر الغد، إذن غدا يموت شامل. أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي وقبق، أيها القوقاز إن بالألوف قادم، أيها القوقاز، أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي وقبق، أيها القوقاز إن بالألوف قادم، أيها القوقاز، أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي واقطع، أيها القوقاز. امشي أيها الحيوان امشي، لماذا توقفت؟ المدافع يجب أن تنصب على رؤوس الجبال. أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي وقطع، أيها القوقاز. ما هذا؟ صوت انهيار ثلجي. انتبهوا، هناك انهيار ثلجي، تراجعوا، يبدو ان هذا من عمل شامل. لم تستطيعوا انقاذهم، هيا تراجعوا الى المعسكر، هيا الى المعسكر، هيا تراجعوا، هيا قلت لكم، هيا تحركوا، هيا. الحمد لله حمدا كثيرا. كتيبة المدفعية الأولى قضي عليها، والآن دور الكتيبة الثانية التي سنقضي عليها بإذن واحد أحد. وصلت الكتيبة الثانية على الجهة الأخرى، دعني أصطد بعضهم، هذه فرصتنا. لا يا خليل، اصبر حتى يحين وقت المباغتة، سنسحقهم إن شاء الله ولن تنفعهم مدفعيتهم. هيا إلى الجانب الآخر. ستمية قتيل بينهم 18 ضابطا من سلاح الهندسة والباقي هربوا.
لقد أعمل فينا شام الأذبح والقتل، هذه هزيمة نكراء، لكن ستصلنا بعد غد مدافع وتعزيزات جديدة. هذه معركة حاسمة ولا تهم الخسارة فيها، سوف نلقنهم درسا قاسيا لن ينسوه طوال حياتهم أبدا أبدا، مفهوم؟ جزاء على ما فعلوه بنا هذا اليوم. لكن لا نستطيع متابعة الهجوم، الجنود متعبون وخائفون، إنهم يصطادون كالعصافير، لا يخشون المدافع ولا الرصاص. اخرس، سنضربهم غدا بالمدافع من كل مكان إلى أن تأتي الإمدادات، سأنتقم. ماذا هناك؟ هيا فك الجياد وسنأخذها معنا إلى معسكرنا. سنتركهم بلا حصان واحد إن شاء الله. الهجوم بعد يومين، استعدوا له جيدا، لا أريد أخطاء جديدة. شامل وصل إلى هنا، أطلقوا النار. يا 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 نظر علينا شامل، فلنهرب. لقد أخذ الجياد. هربوا يا جيل الأحمق، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. خليل، أنا قادم إليك يا خليل الصغير. اقتلوه اقتلوه، ها هو، اقتلوا ذاك الرجل، لا تدعوه يقترب نحونا، اقتلوه فورا. اطلقوا النار. اطلق. لم يمت، هيا النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا ولا نعرف الهزيمة أبدا، لكن أين كنتم؟ سأجن منكم، هل أنتم جنود أم غنم؟ اثنان فقط يسرقون جيادكم ويقتلون عددا منكم، جنود قيصر روسيا جبناء؟ هزمنا في المعركة الأولى وخسرنا مدفعيتنا وأكثر جنود سلاح الهندسة، وها هنا اليوم نخسر جياد جيشنا، حتى الآن لم نمسك بذاك الإرهابي المسمى شامل. تعجزون عن قاطع طريق؟ إما أن تقاتلوا أو أقتلكم أنا بيدي. اغربوا عن وجهي، لا أريد أن أراكم. هيا تحركوا جميعا، أريدكم أن تلقوا القبض على شامل. مع السابقين اتخذت المكان، وللاحقين رسمت البيان، فمن سار وفق كتاب الإله سيلحق حتما بأسمى. اسمع يا زبير، هذا الحصن سيكون هدف الروس، أريد أن تدافع عنه جيدا حتى نوقع بهم. اطمئن أيها القائد شامل، لن يمر الغزاة إلا على أجسادنا، لقاؤنا في الجنة إن شاء الله، وسنرضيه تعالى ونرضي نبيه. كان الله في عونكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. كن مطمئنا أيها القائد، لن يدع أحد منا مكانه. توضأوا وصلوا الفجر جماعة، وانتظروا العدو مع طلوع الشمس، غدا يوم 16 من يوليو سيكون يوما مشهودا إن شاء الله. إن شاء الله وعلى بركة الله، وسيكون النصر حليفنا بإذن الله تعالى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. أخي إنني اليوم صلب النراس، أدق صخور الجبال الرواسي، غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد.
أيها الغزاة المحتلون، سترحلون عن أرضنا إن شاء الله. بالأمس كان الغازي محمد ثم حمزة الحمزات، وها أنا ذا اليوم، وسيأتي بعد من يذيقكم الهوان والموت الزؤام. وعد الله لأغلبن أنا ورسلي، غدا شؤمكم بإذن الله، وسوف ينصرنا ما دمنا ننصره. أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي واخضع، أيها القوقاز إن برمولو فقادم، أيها القوقاز أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي واخضع، أيها القوقاز. ها هنا شامل وها هم الإرهابيون العصاة، كونوا أشداء عليهم. وضعت خلف الخطوط سرية تقتل كل من يتراجع منكم، اقتلوهم أو اقتلكم، فلدينا أقوى مدفعية في العالم ستساندكم وتمهد الطريق أمامكم. سيروا فوق جثثهم، اقتلوا الجرحى والأسرى، لا أريد إلا الدماء. واعلموا أن القيصر وعدني بأموال كثيرة لكم ولأبنائكم، من مات منكم عاش أولاده أغنياء، ومن بقي تمتع بالأموال والأراضي هدية من القيصر العظيم. فليحمل الله القيصر العظيم. ادعو معي. مدفعية سداد، أطلق كثف النيران، صوبوا نحو البرج. وبدأوا بالمدفعية. اصبروا، احموا انفسكم فقط ودعوهم يقتربوا، بشائر النصر آتية. كثفوا النيران، اكثر وصوبوا نحو البرج. هيا جاهز، كل المدافع تطلق النار في نفس الوقت، لا ترحموا احدا منهم، اطلقوا. أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي واخضع، أيها القوقاز إن برمولو فقادم، أيها القوقاز أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي واخضع، أيها القوقاز إن برمولو فقادم، أيها القوقاز أيها القوقاز طقطق، أيها القوقاز رأسك الثلجي واخضع، أيها القوقاز إن برمولو فقادم، أيها القوقاز أيها القوقاز الآن. وقعنا في المصيدة، هيا عودوا يا رجال، عودوا. توقفوا، انظروا يا جند الله، أي ها هو عدوكم في ساحة الوغى بين قتيل وجريح. لا تقتلوا أسيرا ولا جريحا، ها هو الجيش الأول ينهزم، وهناك انهزم الجيش الثاني بقيادة بوبوف بنيران الزبير وإخوانه. أما الجيش الثالث بقيادة ترازفتش فقد تراجع قبل وصوله. هذه هي المعركة الثانية، ولكن ما زال لنا لقاء آخر معهم. احمدوا الله أيها المجاهدون الأبطال على فضله علينا، إن تنصروا الله ينصركم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. انصروه أيها المجاهدون، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mm-hmm.
ما العمل الآن أيها الضباط؟ لم يبق من جيشي سوى آلاف، والشركس ينضمون الآن إلى شامل، وذلك بعد أن فك عنه الحصار بشكل جزئي. سأنصب 30 مدفعا جديدا تقصفهم ليل نهار، علي أن أفل عزيمتهم. سأبقى هكذا حتى تأتي إمدادات جديدة، عندها أعرض عليه الاستسلام. لا هزيمة بعد اليوم، سوف نهجم عليهم بغتة، ولكن هذه المرة من هذا المكان بالتحديد. هنا أنا لدي خطة جديدة، سنهجم من هنا بالتحديد، أريد أن أنتقم منهم. أطلق النار عليهم بكثافة، هيا أطلقوا! هيا! يا إلهي! يا يا رب! دعوهم يقتربوا أكثر! اصبروا وانتظروا الأوامر أيها المجاهدون! هل تسمعونني؟ استمروا في إطلاق النار ولا ترحموا أحدا منهم! أطلقوا! الله أكبر! الله أكبر! سوف نقع بما وقعنا فيه من قبل، فشامل دائما يفاجئنا بمفاجآت غريبة وعجيبة. انظروا، الروس يقتربون من الجهة الأخرى، إنهم يحاولون الالتفاف من خلفنا. تقدموا هيا. أطلق أطلق. الله أكبر. الله أكبر. شامل شامل، الروس يقتربون من الناحية الشرقية، يريدون وضعنا بين فكي كماشة، ما العمل الآن؟ ارجع مكانك، سأتي مع بعض إخواني لدعمكم، واثبتوا في أماكنكم، ولن يكون إلا ما قدر الله لنا. هيا بسرعة. أيها القوقاز تهطئ، أيها القوقاز، رأسك الثلجي يقدموا إلى الأمام، لم يبق منهم أحد، لا تتوقفوا. إن برمولو فقاد هذا صيوجيان هجوم، اهربوا، انهم يتقدمون نحونا. الله اكبر. الله اكبر. معنا يا رجال، شامل مع ثلة من رفاقه يكبرون، انهم يهجمون علينا. الله اكبر. الله اكبر. وراء المدارس، اهربوا، انهم وراءكم. هذا وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى. هيا يا جند الله، النصر يروح أمامكم. هيا خذها يا عدو الله. هيا قاتلوه. أفي ستبيد جيوش الظلام، ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الروس وحده. نعمان، هل أحصيت شهداءنا؟ نعم، 33 شهيدا يا أخي. وكم قتل منهم بالضبط؟ قتل أكثرهم ولم ينجو إلا قليل منهم، 156 قتيلا و506 من الجرحى. حمدا لك يا رب،
ادفنوا شهداءنا واقلبوا قتلاهم في قبر واحد وداووا جرحاهم وأحسنوا إلى الأسرى. هيا. اللهم ارحم إخواننا وعوضنا فيهم خيرا، شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار بإذنه تعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. هيا بنا نلحق بإخواننا في المعركة، غدا سيهاجمنا الروس ولكننا نخبئ لهم مفاجأة كبرى ستجعلهم يندمون على ما يفعلونه. تماسكوا وتعاضدوا وضعوا رضا الله أمام أعينكم وستفوزون بإحدى الحسنيين. أيها القوقاز أعطِ، أيها القوقاز رأسك الثلجي واخضع، أيها القوقاز إن برمولو فقادم، أيها القوقاز. أيها الجنود، هذا هو اليوم الحاسم، انظروا كم جاءنا من المدد، سنقبض اليوم على شامل حيا أو ميتا، استعدوا واستبشروا. الله أكبر. واعدكم جميعا بأن يكون هذا الهجوم الهجوم الأخير، سوف نحطم عش الصقر ونجعله يطأطئ الرأس، فنحن ورثة بيرميلوف. الله أكبر. سبحان ربينا سبحان ربنا سبحان ربنا. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا سبحان. الله أكبر. انتقموا منهم شر انتقام، واعلموا أنهم قتلوا من رفاقكم 3000 جندي، هؤلاء الإرهابيون يجب القضاء عليهم لتنعم روسيا بخيرات القوقاز كلها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أريدكم أن تقضوا عليهم جميعا، لا أريد لأحد منهم أن يبقى حيا، مفهوم؟ اللهم تقبل صلاتنا وجهادنا واكتبنا في عبادك الصالحين. اللهم نصرك، اللهم نصرك وعونك يا الله. آمين يا رب العالمين. آمين. أيها القوقاز تهطئ، أيها القوقاز أطلق النار عليهم. هيا هيا أهجموا، أهجموا عليهم. أطلق أطلق تحركوا. هيا قاوموا يا رجال. اهجموا عليهم، اندفعوا الى الامام. هيا تقدموا، اقتلوهم جميعا، لا تخافوا، اقتلوهم اقتلوهم. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اثبتوا أيها الأبطال ريثما يبتعدوا إخوانكم بعيدا عن القرية. سيد الجنرال، سيد الجنرال، بشرك يا سيد الجنرال، لقد قمنا بتحطيم دفاعاتهم، حطمناهم. هذا جيد، أريد شامل، لا تقتلوه، أريده حيا، سوف أقوم بإرساله إلى القيصر فورا، نفذ الأمر، هيا تحرك. أمرك يا سيد الجنرال، سوف نفعل. هيا أيها المجاهدون إلى ظهور جيادكم ودعوهم يدخلون إلى قرية لا سكان فيها. هيا بإذن الله سوف نلقنهم درسا لن ينسوه في حياتهم. هيا. لا يوجد أحد في القرية، لقد خدعونا، تركوا بعض الفدائيين يشاغلوننا وهربوا جميعا. أطلقوا عليهم نار، لا تتركوهم يفلتون، الحقوا بهم. كيف تتركونهم يهربون؟ سوف يسلخ الجنرال جلد رأسي لو تركناهم يفلتون هكذا. ماذا تقول؟ غادروا القرية قبل وصولنا، خدعونا، هرب شامل مني، يا للعار. ماذا سأقول لموسكو؟ الجنرال غراب فشل بالقبض على قاطع طريق. ها سيدي، بحثنا عنهم في كل مكان، ولكن ما الضير، إنه إرهابي قاطع طريق كما تقول أنت بعظمة لسانك، ولكن اطمئن، سنمسكه في يوم من الأيام. أيها الأحمق، أيها الغبي، مؤكد أنت لا تعرف من يكون شامل، أنا أعرفه أكثر منك. شامل هذا دوخني ودوخ روسيا كلها، إنه ذئب، إن شامل ذئب،
لا لا، بل إنه صقر القوقاز. أجل، إنه صقر القوقاز وأنا أعترف بذلك. غادر شامل أخولف في 21 من آب عام 1839 بعد حصار دام 80 يوما تكبد فيه الروس آلاف القتلى والجرحى، ثم تمكن بعد ذلك من فتح داغستان الشمالية وحاصر كافة الحاميات الروسية في القوقاز ودمرها من نهر السامور إلى نهر تبريك، وسحق الجيش الروسي كله في عام 1843 بقيادة بوشكين. أصبح اسم شامل أسطورة تساقطت أمامها ممالك الروس، وبقي سيد الموقف حتى عام 1859. وفي آب أغسطس من عام 1859 كان شامل في كهف جبلي مع رفاقه وشابه بعض الخونة، فحاصره الجنرال بايتينسكي واتفق معه على إلقاء السلاح لقاء تحسين أوضاع المسلمين في القوقاز، فقبل الشيخ شامل وقد بلغ 62 من عمره، وبقي في قلعة كالوغا رهن الإقامة الجبرية حتى عام 1869، ثم خرج إلى تركيا ومنها إلى الحج إلى أن وافته المنية في منزل الشيخ أحمد الرفاعي في المدينة المنورة في 4 من فبراير 1871 الموافق 25 من ذي القعدة 1287 هجرية. وبعد أن صلى المغرب قال الله الله، ثم فاضت روحه إلى ربها ودفن في اليوم التالي في مقبرة البقيع. رحمك الله أيها المجاهد، وجزاك عن المسلمين خير الجزاء.